قطنة يا جماعة، شيء غريب مرة. أول شيء هنا عندي دقيق، سكر، ضيف ملح. قلب المكونات مع بعض، ححط حليب، بيض، خميرة فورية، فانيليا وزبدة مذابة ونخلطهم. حضيفهم على الدقيق وأعجن العجينة، بعدين ححط شوية زيت وأعجنه بهذه الطريقة وخليها تخمر تقريبا ساعة. كيف العجينة انتفخت وخلاص خمرت؟ فردت العجينة، حبدأ أقطعها بقطاعة الدونت وبعدها حخليها تخمر تقريبا 10 دقائق. بعد ما نزلها في الزيت نسحب ورق الزبدة وبعدين نقلبها الجهة الثانية تتحمر وتستوي، وكده حتكون جاهزة. ده سكر بودرة وحليب، حنغمس فيه للدونات بالسكر، وهنا حغمسه بالشوكلت. ما أوصف لكم طعمها، مو زي الجاهزة أرد كمان. تخيلوا من جوا مرة قطنة من برا كريسبي ومع الشوكلت. تعدى مرحلة اللذاذة، لازم تجربوا وبالعافية.